في ظل الحرب المتواصلة على قطاع غزة، مواجهات كلامية وخلافات بين نتنياهو ووزير الدفاع. الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، وقلق دولي إزاء العملية العسكرية لإسرائيل. حزب الله اللبناني يرد على استهداف بلدات بجنوب لبنان باستهداف مواقع إسرائيلية بالأسلحة الصاروخية. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. العدوان الإسرائيلي على غزة يدخل يومه 29 بعد 300، وما زالت المواجهات بالضفة الغربية المحتلة وغارات على شمال غزة وتعهدات بهدن جزئية في القطاع. يأتي ذلك إلى جانب مخاوف من خطر انتشار مرض شلل الأطفال بسبب تدهور الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية. إن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر بشأن محور فيلادلفيا شهد مواجهة كلامية وصراخا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالنت. وذكرت القناة الإسرائيلية أن جالنت هاجم نتنياهو وعارضه حينما عرض الأخير خرائط محور فيلادلفيا، واتهمه بفرضها على الجيش الإسرائيلي. وأضافت القناة الإسرائيلية أن جالنت قدم في الاجتماع الأمني الوزاري لمحة عامة عن المفترق الاستراتيجي الذي تواجهه إسرائيل. في الإطار ذاته نقلت القناة الإسرائيلية عن نتنياهو قوله إنه سئم من الإحاطات وطرح مسألة محور فيلادلفيا للتصويت على الفور. أعلنت وكالة الأونروا أنها اضطرت لتعليق خدماتها في العديد من مخيمات الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية. وأكدت الأونروا أن العملية الإسرائيلية تؤثر في عشرات الآلاف من الفلسطينيين في 4 مخيمات للاجئين شمال الضفة الغربية، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 150 طفلا فلسطينيا منذ 7 من أكتوبر الماضي بالضفة المحتلة. أكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن إقدام إسرائيل على اقتحام الضفة الغربية مؤخرا يلحق الضرر بإسرائيل نفسها وبأطراف أخرى. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن حرب إسرائيل على قطاع غزة شكلت انتهاكا صريحا لقواعد الحروب المعترف بها في النظام العالمي، وهو الأسلوب الذي ما زالت تنتهجه إسرائيل في مناطق أخرى من الأراضي المحتلة. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي. وفي الحي الشرقي والبلدة القديمة من جنين، فرضت قوات الاحتلال حظرا للتجول ومنعت الفلسطينيين من الخروج من منازلهم. وتواصل قوات الاحتلال فرض حصارا على مداخل المدينة مع وجود كبير للآليات العسكرية على شارع جنين نابلس. كما دهمت قوات الاحتلال عدة منازل في محيط مسجد خالد بن الوليد في الحي الشرقي، وأخضعت مواطنين للتحقيق الميداني واعتقلت عددا منهم.
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان عن قلق بالغ إزاء تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية في أعقاب التصرفات الإسرائيلية الأخيرة. وأشار المتحدث إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق في عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة أدت إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار والعنف غير المسبوق، مؤكدا أهمية أن يتوقف الاستيطان فورا. كما أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تشدد على ضرورة أن تحترم إسرائيل القانون الدولي الإنساني. أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها الشديد إزاء العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة. ودعت الحكومة البريطانية إسرائيل لضبط النفس والامتثال للقانون الدولي والتصدي بقوة لأفعال من يسعون إلى تأجيج التوتر، مشيرة إلى أن هناك حاجة ملحة للتهدئة وخفض التصعيد. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 23 شهيدا وأصيب آخرون جراء قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته منذ فجر اليوم على أنحاء متفرقة في قطاع غزة. وأعلنت السلطات الصحية في غزة أن عدد الشهداء وصل إلى 40,602 فلسطيني منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وأصيب نحو 93,855 آخرين، فيما لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. أعلن مسؤول بمنظمة الصحة العالمية تسليم 1.2 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال لقطاع غزة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الحملة ضد شلل الأطفال ستبدأ في الأول من سبتمبر، مشيرة إلى أن هناك 400 ألف جرعة في الطريق إلى غزة. شددت الصحة العالمية على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية للسماح ببدء حملة للتلقيح ضد شلل الأطفال مستهل الشهر المقبل. وحذرت الصحة العالمية من انتشار مرض شلل الأطفال في غزة مع تأكيد إصابة لأحد الأطفال في دير البلح. هدن إنسانية مؤقتة إذا ما صدقت قد تكون طوق النجاة لأطفال غزة الذي عاد شبح شلل الأطفال لينكأ جراحا متواصلة من العدوان الغاشم للاحتلال لأكثر من 10 أشهر. الصحة العالمية تحدثت عن سلسلة من الهدنات الإنسانية للسماح ببدء حملة للتلقيح ضد شلل الأطفال مستهل الشهر، وهو الأمر الذي أعلنت حركة حماس تأييده، فيما أعلنت قوات الاحتلال في وقت سابق عن توقفات محدودة في مناطق معينة للسماح بعمليات إنسانية دولية. وحسب المسؤول الأممي فإنه في حال نجحت المرحلة الأولى من التلقيح بموجب الاتفاق فإن الجرعة الثانية من اللقاح ستعطى خلال الأسابيع الأربعة التي تلي المرحلة المذكورة. وبعدما غاب 25 عاما عن الأراضي الفلسطينية تأكدت أول إصابة بشلل الأطفال في غزة لدى طفل في شهره العاشر في دير البلح بعد رصد الفيروس في عينات من مياه جمعت في خان يونس ودير البلح. ألقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بظلالها على مختلف قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي
ومنها شركة بريد إسرائيل التي تكبدت خسائر فادحة في أرباحها الفصلية. وأعلنت شركة بريد إسرائيل التي تم خصخصتها خلال شهر مايو الماضي في آخر بياناتها المالية المنشورة للربع الثاني من هذا العام ارتفاعا في إيراداتها بنسبة 3.5%، غير أنها رصدت تراجعا حادا في صافي أرباحها بنسبة 68% لتصل إلى 48 مليون شيكل بسبب الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية. تستمر حالة الاصطفاف لمئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على امتداد الطرق المؤدية إلى معبر رفح من المنطقة اللوجستية بمدينة العريش وحتى مدينة رفح. ويأتي ذلك في الوقت الذي أغلقت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي المنافذ أمام الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم في ظل تدمير البنية التحتية داخل قطاع غزة. وللمزيد مع زميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. بعد التحية نرصد المشهد الإنساني بكافة الزوايا من تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث نرى الآن من خلف استمرار الاصطفاف أكثر من 1260 شاحنة بطول الطرق من المنطقة اللوجستية بالقرب من مطار العريش إلى مدينة رفح، ومن ثم تعبر معبر رفح البري. وبالمناسبة هذا المعبر على مدار اليوم لم يستقبل أي من هذه الشاحنات، سواء المساعدات الإنسانية الخاصة بالغذاء والإغاثة والطبية وأيضا المشتقات البترولية، وذلك بسبب حالة التعنت الإسرائيلي أمام استقبال أي من هذه الشاحنات، والتي تجسدت خلال هذا الشهر تحديدا ما بين التباطؤ والرفض والإغلاق في أحيان كثيرة. واليوم هو إغلاق ورفض أمام هذه الشاحنات وأمام استقبال أي من هذه الشاحنات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. أما إذا تحدثنا عن باقي هذا المشهد الإنساني من داخل قطاع غزة، هناك عدد كبير من التقارير الأممية والدولية التابعة للمنظمات العالمية تحدثت عن تأثر البنية التحتية داخل قطاع غزة بشكل كبير، وأثر ذلك بالضرر على المواطنين والمدنيين داخل القطاع. نتحدث عن خلال هذا الشهر تحديدا صدور أكثر ما أو ما يقرب من 20 قرار إخلاء بحق أكثر من 90% من المناطق داخل قطاع غزة، وهذا أثر بشكل كبير على عملية النزوح والتهجير للسكان داخل قطاع غزة. وإذا تحدثنا أيضا حتى المناطق الآمنة والإنسانية التي لم تتجاوز 9% من مساحة غزة وإقامة أيضا المدنيين بهذه المناطق. أما إذا انتقلنا إلى تقارير التابعة لمنظمة الصحة العالمية التي تحدثت عن تعرض أكثر من 500 هجمة إلى المستشفيات داخل قطاع غزة، حتى المستشفيات التي خرجت خارج نطاق الخدمة تعرضت أيضا للهجمات العدائية والعسكرية، ونتحدث عن تأثر بأكثر من 30 مستشفى داخل قطاع غزة وأكثر من 60 عربة إسعاف داخل القطاع. وإذا تحدثنا عن المياه، هناك نقص كبير في المياه داخل قطاع غزة وتعرض أكثر من 15 بئر مياه للخطر، وأيضا الأعمال العدائية من أصل 18 بئر مياه داخل قطاع غزة، وانخفاض بنسبة كبيرة تجاوزت 80% من الطاقة الإنتاجية للمياه، مما يؤثر على نقص المياه داخل قطاع غزة. وإذا أيضا تحدثنا عن تأثر أكثر من 90% من أطفال غزة يحتاجون إلى العلاج، وتأثر أكثر من 640 ألف من هؤلاء الأطفال انتشار الأمراض، انتشار الأوبئة، وأيضا تعرض هؤلاء الأطفال لمرض شلل الأطفال ويحتاجون إلى الكثير من الجرعات الخاصة بلقاح شلل الأطفال. إذا تحدثنا أيضا عن تعرض أكثر من 10,000 مريض يحتاجون إلى مغادرة القطاع لتلقي العلاج، كل هذه الأرقام تتحدث عن المشهد الإنساني ووقوف القطاع على شفا المجاعة والكارثة الإنسانية جراء السياسات التعسفية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والموت بطريقتين، إما عن طريق القصف الكثيف والمدفعي والجوي بحق المدنيين داخل قطاع غزة، أو من خلال سياسة التجويع ونقص المساعدات الإنسانية داخل القطاع. هذا هو المشهد برمته، وعودة إليكم.
أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقعي زبدين والرمثة في مزارع شبع اللبنانية وتلال كفر شوبة المحتلتين. وأعلن حزب الله اللبناني في بيان له أنه أصاب الموقعين بشكل مباشر بالأسلحة الصاروخية بعد أن استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة العديسة وأدى إلى اندلاع حرائق واسعة. تجددت غارات الاحتلال الإسرائيلي على عدة بلدات جنوب لبنان، وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الحارقة على أطراف بلدتي النقورة وعلم الشعب، وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت عدة بلدات جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي وخرق جدار الصوت في الأجواء اللبنانية. نفت نائبة المتحدث باسم اليونيفال كانداس أردال مغادرة جنود من قوات حفظ السلام لبنان خوفا من العمليات العسكرية في الجنوب. وأضافت متحدثة اليونيفال أن الجنود ما زالوا في مواقعهم ويتابعون القيام بمهامهم التي حددها مجلس الأمن لدعم الجيش اللبناني والسلطات اللبنانية، مشيرة إلى نقل بعض الموظفين المدنيين والمتطوعين خارج منطقة العمليات في مكان آمن خشية من تصاعد الأوضاع. أعلنت مهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر أنه لم يتم رصد أي تسرب نفطي من ناقلة سونيون التابعة لليونان والتي تعرضت لهجمات من قوات الحوثي. وكانت قوات الحوثي قد نفذت هجمات متعددة تشمل زرع قنابل على ناقلة سونيون المعطلة بالفعل والتي يبلغ طولها نحو 274 مترا وتحمل حوالي 1,000,000 برميل من النفط. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه عمليات الإنقاذ، في وقت ما تزال فيه النيران مشتعلة على سطح السفينة. تسبب انهيار سد أربعات في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان في تفاقم معاناة السودانيين الذين يعانون منذ أكثر من عام. وتقدر الولايات الأمم المتحدة أن أكثر من 300,000 شخص إجمالا تأثروا بالفيضانات التي أدت إلى تفشي مرض الكوليرا. الماء سر الحياة، ولكنه قد يكون بابا لوأدها في الوقت ذاته. وزادت مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة من الدمار الذي لحق بالسودان، الذي يمزقه بالفعل قتال عنيف منذ أكثر من عام. زي ما شايفين أضرار السيول والأمطار والفيضانات، وخربت خراب شديد البيوت، يعني معظم القرية بيوتها انهارت، والناس يعني نايمين في الشارع والأحوال سيئة شديد. وسي نحن بنعمل لنا في مأوى للأسرة من مخلفات يعني البيت، وقع زي ما شايفين دي المواسير مخلفات السقف، وقعدت ونعمل لهم مأوى كده لحد ما ربنا يفرجها وان شاء الله قريب. وتسببت الكارثة الطبيعية في دمار طال حتى مساحات لم يصل إليها القتال إلى حد كبير، ويعاني الفارون من ويلات القتال من تهدم البيوت التي لجأوا إليها. ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، ألحقت الأمطار أضرارا بمخيمات النازحين وتسببت في تأخر وصول المساعدات الحيوية لملايين الأشخاص الذين يهددهم الجوع الشديد في دارفور. بعد شوية الموية بقت زايدة شوية شوية، نحن بنعاين بيوت بتقع، بيوت بتقع، حيطان بتقع. فبس الحمد لله اكتشفنا انه احنا في حتتنا ديك ما حنشوف كل المنطقة. شوية شوية كل مرة بنسمع انه والله الحتة الفلانية وقعت، الحي الساب ما عارف ما فضل فيه بيت كده ما. وانا حاليا واقفة ده بيت جدي، انا زي ما قلت لهم جيت نازحة، ده البيت المين وانا صغيرة بيجي بنزل فيه، حافظة وحافظة تفاصيله. وانهار
سد أربعات في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان، ما يهدد إمدادات المياه العذبة لمدينة بورت سودان التي باتت ملاذا آمنا نسبيا لوكالات الإغاثة ومئات الآلاف من النازحين. وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 300 ألف شخص إجمالا تأثروا بالفيضانات التي أدت إلى تفشي مرض الكوليرا للعام الثاني على التوالي، حيث تم الإبلاغ عن 1351 حالة إصابة كحصيلة أولية حتى الآن. ما بين جائع ومريض وخائف، تترقب الأنظار أن يهدأ غضب الطبيعة ويتوقف صوت البنادق ليعود السودان إلى سابق عهده. وما زالت نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها. زلنسكي يطالب الحلفاء مجدداً بالموافقة على شن هجمات على قواعد جوية روسية. جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي مطالبته للحلفاء الغربيين بالسماح بشن هجمات بعيدة المدى على القواعد الجوية العسكرية الروسية. وجاءت تصريحات زيلنسكي بعد هجوم بقنابل روسية موجهة أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل في مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد. هذا ويمنع الحلفاء الغربيون أوكرانيا من تنفيذ ضربات بعيدة المدى بأسلحة غربية داخل الأراضي الروسية. ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 12 من أصل 18 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم وقع خلال الليل. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار هجوم أوكرانيا على إقليم كورسك الروسية وتقدم موسكو على عدة مدن شرق أوكرانيا. لا يزال التصعيد المتبادل بين روسيا وأوكرانيا مستمرا، فمع هجوم أوكرانيا على إقليم كورسك الروسي تتقدم موسكو على عدة مدن شرق أوكرانيا لتتحمل كييف تبعات مغامرة الهجوم على الإقليم. هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أعلنت تسجيل 156 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية مع تزايد أنشطة القوات الروسية في قطاعي بوكروفسك. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت نحو 12 طائرة مسيرة من أصل 18 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا. وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا أعلن تجاوز كل الخطوط الحمراء الروسية، داعيا الحلفاء إلى تزويد كييف بالصواريخ ورفع القيود المفروضة على ضرب أهداف عسكرية في العمق الروسي. يأتي هذا مع إعلان أوكرانيا عن تحطم إحدى مقاتلات F-16 ومقتل قائدها، وذلك بعد أسابيع من استلامها من الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن الحادث وقع أثناء وابل صاروخي روسي ضخم ضرب أهدافا في أوكرانيا، إلا أن التقارير الأخيرة أوضحت أن تحطم المقاتلة كان خطأ من الطيار. ووسط تحفظات واشنطن على فكرة ضرب العمق الروسي بصواريخ غربية، أعطت بريطانيا الضوء الأخضر لكييف لاستخدام صواريخ ستورم شادو لضرب موسكو، لكنها لن تكشف علنا عن هذه الخطوة خوفا من أنها قد تثير خلافا مع الولايات المتحدة، حيث لم تقدم المملكة المتحدة طلبا رسميا للولايات المتحدة لاستخدام أوكرانيا للصواريخ داخل روسيا. وفي رد من الولايات المتحدة صرح به مصدر في البيت الأبيض بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لديها مخاوف من أن استخدام صواريخ ستورم شادو حتى من دون موافقة الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تصعيد الأمور ويتسبب في جر القوات الأمريكية إلى الصراع. تسببت أمطار غزيرة ورياح لعاصفة في إغلاق المدارس في كراتشي بباكستان، وتوقع مكتب الأرصاد المحلي في باكستان أن تشتد قوة المنخفض الجوي الموجود قبالة رانكوتش في ولاية جوجارت ليتحول إلى عاصفة إعصارية، مرجحا أنه سيتحرك باتجاه الشمال الغربي فوق بحر العرب خلال اليومين المقبلين. Thank you.
لقي 3 أشخاص مسرعهم وأصيب 78 آخرون جراء إعصار شانشان الذي تسبب في هطول أمطار غزيرة على أجزاء كبيرة من اليابان. وحذرت السلطات اليابانية من حدوث سيول وانهيارات أرضية على بعد مئات الأميال من مركز العاصفة، كما توقف العديد من خدمات النقل وتم إغلاق المصانع. وذكرت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية أن الكهرباء انقطعت عن نحو 125 ألف منزل في 7 مناطق في كيوشو. وصلت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر ولمدة شهر، وذلك تحت رعاية الرئيس السيسي. وذكرت الوزارة أن المبادرة تواصل التوسع إلى ما يقارب الضعف في عدد المنافذ المشاركة، وذلك تزامنا مع قرب حلول العام الدراسي الجديد لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة. تحت رعاية رئيس الجمهورية، وزارة الداخلية تواصل مد فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد اعتباراً من الأول من سبتمبر ولمدة شهر، تزامناً مع قرب حلول العام الدراسي الجديد لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة. وقد تم عقد اجتماعات مع أصحاب السلاسل التجارية والمكتبات الكبرى والمصانع بمختلف المحافظات للاتفاق على توفير كافة المتطلبات المدرسية، حيث شهدت هذه المرحلة من المبادرة التوسع ومضاعفة عدد المنافذ المشاركة فيها لتصل إلى 2286 منفذاً و5 معارض رئيسية و50 معرضاً فرعياً على مستوى الجمهورية. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة اللي دايماً مستمرة للتخفيف على المواطن اللي بيحب بلده، سواء كان مصنع أو كرجل أعمال. المهم جداً أنه هو يكون مشارك ولو بشيء بسيط جداً تجاه المبادرة وتجاه المواطنين بتقديم أسعار مخفضة للمنتجات الغذائية أو حتى منتجات المدارس. بنقدم المنتج بتاعنا عن طريق معارض وزارة الداخلية اللي هي عاملاها في الشوادر في الميادين العامة أو في السلاسل التجارية، من المنتج للمواطن مباشرة، بحيث ان احنا نوصل لاقل سعر. بقى في ثقه ان المواطن المصري بيحصل على السلعه بالذات جوده عاليه جدا ومواصفات عاليه جدا وبنفس الاسعار اللي هي بسعر جمله، فاصبح المواطن النهارده حريص على المبادره، واصبح التاجر وكل التجار النهارده بيتشاركوا في المبادره. لما الارض هتتكلم شوف بقى هتقول ايه عن مصر، البلد اللي ولادها ابطال وتاريخهم مليان مصر. وتتسابق المصانع المشاركة في المبادرة في تجهيز المستلزمات المدرسية والزي المدرسي بجودة عالية وصناعة وطنية، تمهيدا لطرحها للبيع في إطار المبادرة بالتخفيضات المعلن عنها. كما استعدت المكتبات بالمعروضات المدرسية المتنوعة لتلبي كافة احتياجات الطلاب في مختلف المراحل الدراسية بتخفيضات كبيرة، انطلاقا من الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على دعم الأسر المصرية. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة دخول المدارس عاملين تخفيضات عالية جدا في مبادرة كلنا واحد. تستمر المبادرة في توفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين تصل إلى 40% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. مبادرة كلنا واحد أنا بلقاها في أماكن كتير وفي سوبر ماركت كتيرة موجودة، ويعني أنا بحس إن دي حاجة كويسة من الرئيس إن هو دايما يوفر الحاجة دي لكل الناس. بنشكر الرئيس على مبادرة كلنا واحد، يعني الصراحة سلع متنوعة كتيرة وجودة كويسة وأسعار ممتازة أقل من بره بكتير. أشكر الرئيس على الجانب الإنساني وعلى كل المبادرات اللي بيعملها عشان يساعدنا ويقف جنبنا وفي ظهرنا. كما تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية. شكرا يا رئيس على مبادرة كلنا واحد، ونتمنى المبادرة دي تقعد معانا على طول. عربيات المبادرة موجود فيها كل شيء متاح، اللي هو
العيشة الكاملة اللي المواطن بيحتاجها. موجود فيها رز وموجود فيها سكر ومكرونة وزيت وأرخص من بره في الأسعار. تقليد سنوي تحرص عليه وزارة الداخلية في إطار مبادرة كلنا واحد بمساهمتها الفاعلة في توفير المستلزمات والزي المدرسي مع بداية كل عام دراسي جديد لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. مبادرة كلنا واحد مبادرة إنسانية واجتماعية تسعى من خلالها وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وهو ما بدا واضحا من خلال مد فعاليات المبادرة وتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة مع بدء عام دراسي جديد، وهو ما يأتي في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. قال وزير الأوقاف أسامة الأزهري إن بناء الإنسان هو أحد المحاور الأربعة التي نعمل عليها، وهي البداية الحقيقية لتجديد حقيقي للخطاب الديني والاجتماع كافة مكونات المؤسسة الدينية تحت راية الأزهري الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. بناء الإنسان هو بداية بناء الوطن، وبناء الإنسان مهمة متكاملة لابد فيها من بناء الإنسان في جانبه القيمي والأخلاقي، ولا بد فيها من بناء الإنسان في جانبه الجسدي بتوفير الصحة الجيدة، ولا بد فيها من بناء الإنسان في جانبه العقلي والعلمي والمعرفي من خلال التعليم الجيد. صناعة كبيرة ومهمة مقدسة تتضافر فيها كافة قوى الوطن من أجل بناء الإنسان. بداية جديدة مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية وبناء الإنسان. بداية مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية. نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تم تداوله عبر عدد من وسائل الإعلام من نشوب حريق بقطار داخل محطة مصر في رمسيس، وأكدت الهيئة في بيان لها أن ما حدث اليوم هو خروج دخنة من العربة المخصصة لعمال ونش الخطر وهي الاستراحة بمحطة كوبري الليمون، وعلى الفور تم سحب باقي أجزاء الونش وتم السيطرة على الدخنة وإخمادها بمعرفة المطاف بعيدا عن حركة أو حركة سير القطارات، وغير أنها لم تكن مؤثرة وليس هناك أي إصابات أو وفيات أو تأخير، وأن الحركة منتظمة على جميع المحطات والخطوط. أعلنت وزارة الصحة تقديم 46 مليون و 881 ألف و 717 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ إطلاق النسخة الثانية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في 31 من يوليو الماضي وحتى مساء الخميس في جميع محافظات الجمهورية. وأكد وزير الصحة خالد عبد الغفار أن الحملة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي ل 74,438 مواطنا من خلال فرق التواصل المجتمعي لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية. أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا وزاريا بشأن تنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها، وتمنح شهادات أجنبية ودولية وذات طابع خاص وذلك داخل مصر. ويتضمن القرار الالتزام من قبل تلك المدارس بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال. القرار يتضمن كذلك تدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول وحتى الثالث أو ما يعادلهما، وذلك فضلا عن التزام تلك المدارس بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع حتى الصف التاسع. التقت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي المدير الإقليمي بالنيابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية معز درديد والوفد المرافق له، وتناول اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة الدولية، منها مشروع إنهاء العنف ضد النساء ومشروع مراكز استضافة وتوجيه المرأة. We'll be right back.
تعلن اللجنة العليا المنظمة لمهرجان العالمين الجديدة عن انتهاء النسخة الثانية من المهرجان الأكبر في مصر والشرق الأوسط بمدينة العالمين الجديدة الذي تنظمه شركة المتحدة للخدمات الأعلامية. وأشارت اللجنة إلى نجاح المهرجان بشكل غير مسبوق في تحقيق أفضل خدمة توعوية وتثقيفية وسياسية وتنموية ومجتمعية للدولة المصرية وأبنائها، وذلك بتنفيذ عدد غير مسبوق من الفعاليات الشاملة ومشاركة جميع أطياف المجتمع المصري وفئاته العمرية والصحية والاقتصادية والتعليمية واستقبال زوار من 104 جنسيات أجنبية. كما تؤكد اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على تقديم نسبة 60% من أرباح مهرجان العالمين الجديدة هذا العام دعما للقضية الفلسطينية، وذلك سيرا على نهج الدولة وقيادتها العظيمة في تبني قضية القضايا وتقديم أفضل ما لدى مصر لحماية حق الشعب الفلسطيني التاريخي والإنساني في الحياة. على مدار نحو 50 يوما احتضن مهرجان العالمين في نسخته الثانية فعاليات متنوعة ثقافية ورياضية وترفيهية وفنية. وتمكن المهرجان من تحقيق نجاحات تحت إشراف وتنظيم الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية. العالم في العالمين ليس شعارا فقط، وإنما واقع عكسه الإقبال الضخم من كل حدب وصوب على المدينة الساحلية درة البحر المتوسط التي تحولت بإرادة مصرية من حقل ألغام إلى ملتقى يجمع زعماء وكبار النجوم تحت مظلة القوى الناعمة. على تلك البقعة الساحرة من ساحل البحر المتوسط، حيث تمتزج المياه الزرقاء الصافية بالرمال البيضاء التي جعلت منها قبلة سياحية ترفيهية بامتياز، وسط أجواء استثنائية يختلط فيها الفن بالثقافة والرياضة والترفيه بالسياحة. على مدار نحو 50 يوماً احتضن مهرجان العالمين في نسخته الثانية فعاليات في البر والبحر والجو، وفي إطار الاستعدادات لاستضافة مدينة العالمين الجديدة معرض مصر الدولي للطيران والفضاء، قدم أبطال القوات الجوية عدداً من الاستعراضات بطرازات مختلفة شكلت لوحة فنية في سماء العالمين. وبمشاركة جنسيات مختلفة شهدت شواطئ العالمين تنظيم بطولات عدة، كبطولة الأضياء التي ضمت 24 مقاتلا من 8 جنسيات، بالإضافة إلى عرض بطولة الحريف الخاصة بالأطفال تحت سن 15 عاما، والبطولة العربية للجودو بمشاركة 500 لاعب ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة ورياضة البدل، وتنظيم أكبر رالي للسيارات الكهربائية في الشرق الأوسط. ولدعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل تم تنظيم مهرجان بايز بايزاسي، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر. تحت إشراف وتنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حققت فعاليات مهرجان العالمين نجاحاً وإقبالاً ضخماً، وجاء رفع العلم الفلسطيني بجانب العلم المصري ليصبح رمزاً يعبر عن رسالة مهرجان العالمين للعالم تضامناً مع القضية الفلسطينية، مع تخصيص 60% من أرباح المهرجان هذا العام لصالح أشقائنا في فلسطين. هذه النجاحات السياحية لمدينة العالمين ثمرة استراتيجية مدروسة وضعتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تهدف إلى تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال مدينة متكاملة الخدمات وإحدى مدن الجيل الرابع المتاحة طوال العام لكل المصريين والعالم أجمع. وللمزيد حول فعاليات مهرجان العالمين في يومه الأخير ينضم إلينا من هناك الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود، حدثنا عن اليوم الأخير لمهرجان العالم العالمين وفعالياته المختلفة. برحب بكم من مدينة العالمين الجديدة. ربما ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء النسخة الثانية
من هذا المهرجان الأكبر والأضخم في الشرق الأوسط بعد أن قدم العديد من الفعاليات المتنوعة الكبيرة وجذب عدد كبير من زوار ورواد مدينة العلمين الجديدة وأيضا السائحين من مختلف الدول العربية والأجنبية. ربما يعني الصورة الآن من منطقة النورث سكوير بعض الفعاليات المختلفة التي سترونها الآن أو بعض الازدحام الشديد الموجود في هذه المنطقة تمهيدا لبدء إحدى الفعاليات الخاصة بالباراموتر والطيران الشراعي الذي سيحلق في سماء مدينة العلمين الجديدة وأيضا يعني بعض سيكون هناك ماراثون جري بمشاركة عدد من الرياضيين تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة. هذا بالطبع يعني تمهيدا للحفل الختامي الذي سيكون في نهاية هذا اليوم للفنان ويجز الذي سيعود بحفل كبير إلى مدينة العلمين الجديدة بعد غياب يعني دام لفترة طويلة عن لقائه بالجمهور، ولكن هذه الحفل يتم التجهيز لها على أعلى مستوى بتجهيز كل الأعمال الخاصة بالإضاءة والصوت وأيضا المساحات المختلفة في منطقة اليو أرينا لاستقبال عدد كبير من الجمهور. ربما اللجنة العليا الخاصة بمهرجان العلمين أصدرت بيانا منذ قليل أعلنت فيه عن أن اليوم سيكون انتهاء النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، وقدمت كل الشكر لكل العاملين في هذا المهرجان من المؤسسات المختلفة والوزارات المختلفة وأيضا الشركات التي ساهمت في صناعة هذا الحدث الأكبر والأضخم في الشرق الأوسط، وأيضا تحدثت عن الفعاليات المتنوعة الكبيرة التي قدمها المهرجان على مدار 50 يوم، وأن هذه التحضيرات يعني طالت لمدة كبيرة جدا خلال هذه الفترة صباحا ومساء دون انقطاع من كل العاملين في هذا المهرجان بفعالياته المتنوعة. وربما تحدثوا أيضا عن العدد الزائرين الذين استقبلتهم مدينة العلمين الجديدة أكثر من 104 جنسية جاءوا من مختلف دول العالم إلى مدينة العلمين الجديدة خلال هذه الفترة من مهرجان العلمين الجديدة، وأيضا يعني قدموا الشكر لرئاسة مجلس الوزراء على تذليل كل العقبات ومشاركة الوزارات والمؤسسات المختلفة في هذا المهرجان. كما تحدثوا أيضا وتقدموا بالشكر لكل المصريين الذين ساهموا في هذا المهرجان المختلف. ربما بعد قليل ستنطلق بعض الفعاليات الرياضية الخاصة في منطقة النورث سكوير وبعض الطيران الشراعي بالباراموتر تمهيدا أيضا، ومساء سيكون هناك بعض الفنون الشعبية والتراثية في المنطقة الترفيهية بالإضافة بالطبع إلى حفل ويجز في منطقة اليو أرينا. مهرجان العلمين الجديدة استطاع أن يثبت خلال 50 يوم من الفعاليات أنه مهرجان الأكبر والأضخم وأنه قادر على يعني وضع مدينة العلمين الجديدة على خريطة المدن السياحية الكبرى وجعلها وجهة سياحية بل ورياضية أيضا من خلال عدد كبير من الفعاليات والبطولات الرياضية التي تم استضافتها في مهرجان العلمين الجديدة، وعلى رأسها بطولة الجودو العربية والتي أشاد بها رئيس الاتحاد العربي للجودو بهذا التنظيم الرائع، وتقديم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كل التسهيلات وكل الإمكانيات لهذا المهرجان ليليق ويقدم كل الفعاليات التي تليق بزوار ورواد مهرجان العلمين الجديدة. وربما في هذا الختام اليوم نرى إقبال كبير جدا من الزائرين من مختلف الأعمار ومن مختلف الفئات على المناطق الترفيهية المختلفة التي تشهد العديد من الفعاليات في مهرجان العلمين الجديدة، فيعني اليوم ختام قوي، حضور قوي أيضا من المصريين ومن مختلف دول العالم وأيضا الجنسيات العربية المختلفة التي كنا نشاهدها في الحفلات المختلفة. نتحدث عن أكثر من 10 حفلات كانت في منطقة اليو أرينا باستضافة عدد كبير من المطربين من الوطن العربي بالإضافة أيضا إلى الفعاليات الفنية والثقافية التي أقيمت بالتعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم مزيد من الفعاليات الثقافية المختلفة في مهرجان العلمين الجديدة في هذه النسخة الأكبر والأضخم. وكما بدأ مهرجان العلمين في نسخته الثانية قويا سينتهي اليوم بشكل أقوى بهذا الحفل الذي نتوقع أن يكون هناك حضور عدد كبير جدا من الجمهور لحفلة ويجز في منطقة اليو أرينا.
كل نعم. الشكر والتقدير لكل بالتأكيد من ساهم في هذا المهرجان، وأيضا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي قدمت كل التسهيلات للتغطيات الإعلامية المختلفة من الوسائل الإعلامية المصرية أو حتى الأجنبية التي أشادت بهذا المهرجان. نعم، وكل الشكر لك أيضا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من هناك مدينة العالمين الجديدة ومهرجان العالم عالمين، شكرا جزيلا لك. أعربت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان العالمين الجديدة عن خالص تقديرها وشكرها وعميق امتنانها وعرفانها لمؤسسة الرئاسة المصرية والقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك على التكليف والتشريف بكل ما يدعم بناء الإنسان المصري وصناعة وعيه. والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة وسارة نجيب، أهلا بك سارة. شكرا سحر، شكرا أميرة. مشاهدينا هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم.
تشارك وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد رانيا المشاط في الاجتماع السنوي التاسع على مجلس محافظي البنك بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا. ويعقد الاجتماع تحت عنوان الاستثمار في مستقبل مستدام خلال الفترة من 28 حتى 31 من أغسطس الجاري بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا. وتستهدف الاجتماعات السنوية البنك مناقشة تمويل بنك التنمية الجديد للبنية الأساسية والمشروعات المستدامة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية. شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة سيمنز للصناعات بشأن تطوير التصنيع والتجميع المحلي للمكونات والمنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط في مصر. وأكد الوزير أن توقيع هذه المذكرة يعد خطوة هامة لتطوير وتوطين التصنيع المحلي للمكونات والمنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط، والتي تشمل لوحات كهربائية للجهد المتوسط ولوحات التوزيع الكهربائية وقواطع الدائرة الكهربائية للجهد المنخفض. شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير توقيع عقد تحديث أنظمة الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. وأوضح الوزير أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ خطة شاملة لتطوير الوحدات المتحركة وأنظمة التشغيل بالخط الأول. وجه وزير الكهرباء محمود عصمت بمنح الشركات فترة زمنية إضافية لتسجيل لدى جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. يأتي ذلك لدعم ومساندة القطاع الخاص وزيادة مشاركته في إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء. من جانبه قرر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مد الفترة الخاصة بتسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص لمدة 3 أشهر إضافية على أن يكون 30 نوفمبر القادم هو آخر موعد لتلقي الطلبات. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط رغم تفاقم المخاوف من اضطراب الإمدادات بعد تعطل الإنتاج في ليبيا وأنباء عن عزم العراق خفض إنتاجه من الخام، في حين تراجع القلق من دخول الولايات المتحدة الأمريكية في حالة ركود بعد بيانات أظهرت نمو الاقتصاد، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 1.21% ليسجل 78.97 دولارا للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.21% ليسجل 74.23 دولارا للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.14% لتسجل $2.28 للتر. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 23% مسجلة $2.14 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كشفت مصادر في تحالف أوبك بلس أنه من المرجح أن يمضي التحالف في زيادة إنتاج النفط التدريجية المخطط لها اعتبارا من أكتوبر، ومن المقرر أن تزيد 8 دول أعضاء في أوبك بلس الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في أكتوبر في إطار خطة لبدء التراجع تدريجيا عن أحدث قرار بخفض الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا مع الاحتفاظ بعمليات خفض أخرى قيد التطبيق حتى نهاية عام 2025. تباين أداء سوقي الأسهم في الإمارات بنهاية التعاملات مع تراجع معنويات المستثمرين بسبب التوتر في المنطقة وانخفاض أسعار النفط وانخفاض مؤشر دبي 2% بضغط من تراجع في أسهم الشركات المالية والعقارية التي تكبدت أكبر خسائر. في المقابل ربح مؤشر أبوظبي 6% بعد تراجعه في 4 جلسات متتالية. We'll be right back.
نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى أميرة وسحر، إليكم. شكرا لك سارة نجيب. وبهذا الخبر الرياضي انتهت نشرة السادسة، ولكن يتبقى التذكير بالعناوين. في ظل الحرب المتواصلة على قطاع غزة، مواجهات كلامية وخلافات بين نتنياهو ووزير الدفاع. الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، وقلق دولي إزاء العملية العسكرية لإسرائيل. حزب الله اللبناني يرد على استهداف بلدات بجنوب لبنان باستهداف مواقع إسرائيلية بالأسلحة الصاروخية. انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.